الدفع في منطقة الجزاء. شوف الكرة الماضية، من سيتقدم الكرة؟ هنا لدينا من تلقى البطاقة الصفراء. رسلان الكردي، وإذا كرة خطيرة، وجول وجول، هدف التعديل عن طريق عمر السبحي. عمر السبحي هو من يصور ويعدل النتيجة الآن في اللقطة الماضية. 1-1، 1 القادسية الكويتي، 1 الوحدة السوري. الوحدة تقدم من ركلة جزاء، وعدل القادسية أيضا من ركلة جزاء. في اللقطة الماضية